أصدقائي الأعزاء، معنا النهاردة نموذج جميل لصديقة جميلة من زاوية الأراضي. صديقتنا الجميلة لديها بدر في أحد السوقين. تعالوا بنا نتعرف إزاي صديقتنا الجميلة بتقضي حياتها، إزاي بتعيش حياة سعيدة بسواق صناعي، إزاي بيكون يومها يوم كله عزيمة ونشاط وإصرار على تخطي كل إعاقة ومواجهة كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، بقوة إرادتها وعزيمتها بتعلن رفضها للإعاقة، بتعلن رفضها لكلمة عجز. صديقتنا الجميلة بتعيش حياتها بتستمتع بيها رغم ألمها ورغم معاناتها. أصدقائنا من زاوية الأراضة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء، قادرين على انهم يعيشوا حياه طبيعيه. صديقتنا الجميله نموذج جميل لكل متعلق.